برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وخلونا نبدأ حلقة النهاردة من هذا الصباح بمتابعتنا اليومية لحالات حالة الطقس ودرجات الحرارة. يمكن الحمد لله موجة الحر اللي واجهتنا في بداية رمضان انتهت، وإن شاء الله رمضان ينتهي بالاعتدال في درجات الحرارة. بس الناس بتتمنى الجو ده يفضل آخر رمضان، هو يا ريت الجو ده يفضل طول السنة الحقيقة، بيبقى الجو فعلا اليومين دول في قمة الاعتدال. خلونا نتابع أكتر مع خبيرة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر. صباح الخير يا دكتور إيمان. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذة ياسمين، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. دكتور، يعني زي ما لسه بنقول دلوقتي الجو حلو جدا، فالناس طبعا بتتمنى أن يكون ده لحد آخر رمضان، لأن احنا شفنا موجة حارة جدا وخايفين منها أن هي تكمل بقى الفترة اللي جاية ترجع تاني. فأخبار الجو يا دكتور؟ بعد الموجة الحارة اللي احنا شاهدناها أول أسبوع في رمضان، الجو اليومين دول معتدل تماما على معظم أنحاء الجمهورية. درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت العام، نقدر نقول الجو ربيعي أثناء النهار وبيكون لطيف في الساعات المتأخرة من الليل، وهيستمر معانا ذلك إن شاء الله على مدار هذا الأسبوع. فاحنا هننعم بهذا الجو ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. درجات الحراره حول المعدل الطبيعي، ما فيش اي ظواهر جويه مؤثره، يعني ما فيش اتربه، ما فيش رمال مساره، ما فيش امطار، فالجو نقدر نقول ان هو يعتبر كويس جدا، معتدل جدا بالنسبه لكافه الانحاء. ودي المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت في السنه. طبعا هي دي درجات المعدلات الطبيعيه هذا الوقت من العام. طبعا احنا هنبدا فصل الصيف ان شاء الله في 21 يونيو، فطبعا هيبدا يبقى فيه تغيرات جويه بدايه، يعني من ممكن الاسبوع القادم نبدا يبقى فيه ارتفاع الى حد ما في الحراره او في نسبه الرطوبه ايضا، لان طبعا مع بدايه فصل الصيف بتبدا نسبه الرطوبه ترتفع، وده اللي بيأثر علينا بشكل اكبر وبيخلينا بنحس بدرجات الحراره اعلى من هي عليه. صحيح، ولكن ما فيش اي مؤشرات لموجات من درجات الحراره الغير طبيعيه. هو ان شاء الله مع نهايه هذا الاسبوع وبدايه الاسبوع القادم هيبدا يبقى في ارتفاع في درجات الحراره بحوالي من درجتين تقريبا، وده طبعا احنا معاكم كل يوم هنعلن عنه بالتفصيل يعني ان شاء الله. تمام. طب دكتور، بالنسبه بقى لدرجات الحراره المتوقعه بقى بالنسبه لمعظم انحاء الجمهوريه. بالنسبه لدرجات الحراره النهارده المتوقعه، القاهره 32، السواحل الشماليه اسكندريه مطروح من 27 ل 28، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 33 ل 34، وجنوب الصعيد انا والاقصر واسوان وحلايب 30 من 36 ل 37 درجه. تمام، نشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمان شاكر خبيره الارصاد على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك. طيب بنرجع مع بعض لأولى فقراتنا، وهي باقة متنوعة من الأخبار، ونبدأ مع بعض من احتفالية الجالية المصرية والعربية في النمسا ببداية فترة الرئاسة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان بمقر النادي المصري بوسط العاصمة فيينا. حضر الاحتفالية أعضاء الجالية المصرية في فيينا بمختلف الطوائف، وأشاد الجميع بجهود ووطنية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا نتابع أكثر أجواء هذه الاحتفالية من خلال هذا التقرير. نظم النادي المصري العريق بفيينا احتفالية رمضانية حضرها رؤساء ورموز الجاليات العربية وأعضاء النادي وأبناء الجالية المصرية بمختلف طوائفهم. بنبارك لسيادة الرئيس بفترة الرئاسة الثانية، وإن شاء الله يكمل إنجازات اللي بدأها في الفترة الأولى، وزي ما هو فخور في مصر، مصر كمان فخورة بيه. وإن الشعب كله وراه وبيطالب بأن كل أمانه في الحياة تتحقق إن شاء الله. بمناسبة حلف اليمين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، ونتمنى له كل النجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة على يديه كل أمن واستقرار وازدهار ورخاء إن شاء الله. بنهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببداية الولاية الثانية، احنا كنا سعداء في الولاية الأولى، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يوفقه في الولاية الثانية ويحقق فيها كل ما يتمنه الشعب المصري من الأمن والرخاء. وذلك بمناسبة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية، لترسم ملمحا جديدا من ملامح الديمقراطية ولتعكس معدن الشعب المصري الأصيل. كل التمنيات الطيبة للسيد الرئيس في الحكم الجديد، العهد الجديد، ونتمنى له النجاح، وشكرا على كل المجهودات اللي بتحصل، كل الحاجات اللي احنا شايفينها بايديها. ألف ألف مبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منقذ مصر. ألف مبروك للرئيس، ونتمنى إن شاء الله نجاحه في الدورة الثانية، وربنا يحمي مصر ويقويها. وأتمنى الفترة الثانية تكون فترة عمل وإنتاج، وإن الشعب ينتج، والإنجازات اللي عملها يعني تحسب له
وتحسب للشعب المصري كله. احنا بنبارك للرئيس السيسي على الفترة الثانية وبنقول له احنا كلنا وراك يا رئيس. بكل الفخر والسعادة تابع مصري وعرب النمسا لحظات أداء اليمين للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة ثانية. الفائز فيها هو الشعب المصري العظيم الذي بدأ يجني ثمار فترة رئاسته الأولى والتي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب. من مقر النادي المصري بالعاصمة النمساوية، قناة النيل الإخبارية، مصطفى عبد الله، فيينا. ومن فيينا نكمل أخبارنا. وإحدى مؤسسات المجتمع المدني نظمت حفل لإفطار 2000 طفل يتيم بمركز شباب غرب حلوان بمشاركة عدد من نواب البرلمان ورجال المجتمع المدني وأيضا بعض من نجوم الفن والكرة. الحفل ده تناول العديد من العروض الفنية وأيضا مسابقات الأطفال. خلينا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا التقرير. مشاركة من أهل الخير في إدخال البهجة والسعادة على قلوب الأيتام، قامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم حفل إفطار لـ2000 طفل يتيم وتسليم جهاز للعرائس اليتيمات. في بعض المدارس الأولاد غير قادرين. أنا بأفاجأ أن ولد كان ممكن يتشرد عن الدراسة مدى حياته علشان مش قادر يدفع 35 جنيه. عايز أقول لك 35 جنيه مصاريف مدرسة كان ممكن يتحول لإنسان أمي وجاهل ومتطرف في المجتمع لأنه مش لاقي دول. لكن الحمد لله إحنا على قد ما نقدر طبعا في حدود الإمكانيات المتاحة بننزل وبنقعد وبنروح وبنقابل الناس وبنشارك وبنساهم في كل ما يمكن. بعتقد إن دي رسالة مجتمعية مهمة جدا لكل من يعنيه الأمر، إن المجتمع المدني بكل فئاته الاجتماعية وأهل الخير بيساند بعضه البعض، خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي إحنا بنعيشها هذه الأيام. تضمنت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة وأعرب الأطفال عن سعادتهم، كما تم تقديم الهدايا المختلفة على الأطفال الأيتام وسط أجواء رمضانية ممزوجة بالبهجة والسعادة. يهمنا راحتهم ويهمنا إن هم يكونوا فرحانين ومبسوطين إن شاء الله، وإن شاء الله هنفضل معاهم لحد ما يكونوا حاجة كويسة ووراهم، واللي جاي أحسن إن شاء الله وبكرة أحسن ليهم بإذن الله. يا ريت بس يوم واحد يفطرونا كده فيه ونتجمع احنا وصحابنا وزمايلنا. انا بحب ان انا افطر وسط اصحابي وفقرات كثيره ومبسوطه معاهم. انا جاي انا اصحابي انا فرحان. وجاء الحفل خلال الشهر الفضيل ليكون فرصة ليتضاعف الأجر والثواب بالالتفاف حول هؤلاء الأيتام. رسالة سامية تحمل مفهوما إنسانيا واجتماعيا للتضامن والتكافل من أجل إسعاد الأطفال الأيتام، فإن ترسم البسمة على وجه اليتيم هذا من أعظم القربات إلى الله. أحمد سعد الدين، النيل. في إطار النشاط الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية انطلقت على خشبة المسرح الصغير وبالتعاون مع سفارة كازاخستان ليلة فنية لفرقة جالن للفولكلور الكازاخستاني. الفرقة قدمت مجموعة من المقطوعات الفنية الشعبية للفولكلور الكازاخستاني، والحقيقة كان في إقبال جماهيري لا يستهان به، وهلونا نتعرف أكثر من خلال هذا التقرير. تتواصل السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال الشهر الفضيل وبالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة. وعلى المسرح الصغير انطلقت سهرة خاصة مع موسيقى للفولكلور الكازاخستانية. نحن سفارة جمهورية كازاخستان في مصر نشارك في سهرات رمضانية، يعني في المهرجان الرمضاني هنا في دار الأوبرا، وجبنا من كازاخستان فرقة الفولكلورية التي سوف تعرض اليوم جميع أنواع الموسيقى الفولكلورية الكازاخية الشعبية. وكما نعلم احنا الثقافة الخير ما تقارب بين الشعوب، وبالنسبة لكازاخستان شعب مصري شعب شقيق شعب صديق، ولدينا علاقات متميزة على جميع المستويات وخاصة في مجال الثقافي.
كازاخستان في القاهرة كان عنوان الاحتفالية التي قدمتها فرقة آق جيلين الكازاخية، وتضمنت باقة من أشهر الألحان والموسيقى للفولكلور الكازاخستاني. احنا نخطط أن ننظم كثير من الفعاليات الثقافية كالمعارض والمسارح ومشاركات في كل المهرجانات وكل المسابقات الثقافية هنا في مصر. أنا ناس تلتغي مع بعضيها أكيد هيكون في الجسر بتاع التواصل، يعني أنا هلاقي ناس لأول مرة مثلا هم هيعرفون وأنا هعرفهم، كده أنا عملت الجسر بيني وبينهم، هيكون في التواصل يعني على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي. يعني فرقة أق جيلين تعد من أشهر الفرق الموسيقية في كازاخستان، حيث تتميز بالعزف على الآلات الموسيقية المختلفة، وحصلت الفرقة على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وقامت بجولات عديدة حول العالم لنشر الثقافة الكازاخية. من دار الأوبرا المصرية، أمل صبري، النيل. لسه بنتابع أجواء رمضان، ولكن خلونا نروح للعاصمة اليمنية صنعاء، والسنة الثانية على التوالي مجموعة من شباب اليمن نظمت مأدبة رمضانية لحوالي 500 من عمال تنظيف الشوارع تقديرا لمجهودات عمال النظافة في مدينة صنعاء باليمن. على الرغم من أن اليمن بيعاني من الأمراض وتفشي الأوبئة المعادية بسبب طبعا قلة النظافة هناك، إلا أن عمال النظافة بيقوموا بدورهم في الحفاظ على الشوارع بقدر استطاعتهم، مرتبة نظيفة بقدر الإمكان لإبعاد هذه الأمراض. من جانبهم يؤكد الشبان القائمون على المبادرة أن تنظيم وجبة إفطار رمضانية لعمال النظافة في الشوارع هي بمثابة تكريم بسيط للعمال. الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة بتعتبر اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً، حيث يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى المساعدة. خلينا نروح مع بعض للعاصمة الصينية بكين. شهدت هذه العاصمة مبارزة موسيقية ما بين الموسيقى الإيطالية روبرتو بروسيدا والروبات تيوتورينيكو المخصص للعزف على البيانو. المواجهة الموسيقية غير الاعتيادية واللي جرت في قاعة بكين للحفلات الموسيقية بتأكد أن المنافسة بين الإنسان والروبوت في مجال الفن لم تعد ضرب من الخيال العلمي. وصعد على مسرح الحفل الموسيقي العازف المخضرم بروسيدا والروبوت تايو، واللي بيمتلك 53 صباع بتتحرك بطريقة سريعة جدا ودقيقة، وأدى كل منهم بكل ما يملك من براعة أجمل ما لديه من الحال. هذه المواجهة الموسيقية غير الاعتيادية ما أصبحتش ضربة من الخيال، ولكن هل سيستطيع الروبوت التغلب على الحس البشري في يمكن في مجال الموسيقى اللي بيعتمد بشكل كبير على متخيل خالص بصراحه انه كبير على الاحساس والمشاعر في الموسيقى بالظبط. خلونا نتابع جزء من الفيديو. من بكين نروح للعاصمة الأسترالية سيدني، وانطلقت الألوان المبهجة والحيوية من دار أوبرا سيدني وغيره من المعالم البارزة مع الاحتفال بالعيد العاشر لمهرجان الأضواء الحية السنوي، وتم عرض مناظر للمراكب الشراعية الشهيرة لدار الأوبرا مع صور تم استوحت من البيئة الأسترالية وغرق ميناء سيدني في أنوار الليزر. وايضا اضيئت وجهة مبنى بيت الجمارك بشخصيات كتاب اطفال استرالي او كاتب اطفال استرالي شهير، وده للاحتفال ب 100 سنه على اطلاقه من قبل المؤلف ماي جيبس. يمثل الحدث الذي استمر لمده 23 ليله اكثر من 90 شكل ضوئي في انحاء سيدني، وده وفقا للمنظمين اكتسب مهرجان سيدني للاضواء الحيه 2017 عدد قياسي من الزائرين واللي بلغ اكثر من 2 مليون زائر.
طيب الخبر اللي جاي دلوقتي عن آنية ورد صينية وتم باعها، وهي طبعا عمرها قرون كانت في مخازن أحد متاحف أوكلاهوما، تم باعها مقابل 14.5 مليون دولار، وده كان في هونغ كونغ. آنية الورد النادرة المصنوعة من البورسلين منحت لمتحف الفن فيلبروك في تولسا في عام 1960، وكانت جزء من المقتنيات الدائمة بالمتحف رغم أنها ظلت بالمخزن لأكثر من عقد من الزمن. وبيعتقد أن الإمبراطور تشيان لونغ أمر بتصنيعها في مستهل عام 1700، وبتعرف باسم الكرة السماوية، وتمنها قدر ما بين 9 مليون و 11 مليون دولار قبل عرضها بالمزاد. زوار حديقة حيوان فرانكفورت الألمانية تمكنوا من مشاهدة 3 أشبال للأسود بتبلغ أعمارهم 6 أسابيع، وده كان للمرة الأولى. وده كان قضى ملوك وملكات مملكة الحيوان الصغار وقتهم في عرين والدتهم، واللي كانت بترعى صغارهم بهدوء رغم قلة خبرتها باعتبارها للمرة الأولى وفقا للمسؤولين بالحديقة. بتنتمي أشبال الأسود لفصيلة الأسد الأسيري، واللي بتوجد الآن فقط في غابة جير، وهي عبارة عن محمية طبيعية في الهند. بيمكن التفرقة ما بينهم وما بين نظرائهم الأفريقيين بشعر رأسهم الأقصر والالتواء البارز للجلد عند المعدة. طيب نروح مع بعض لحديقة حيوان بلغريد، واللي رحبت هذا الأسبوع بأحد أندر الحيوانات في الطبيعة، وهو صغير الثور الأمريكي الأبيض، واللي بيعتبر مقدس من جانب بعض القبائل الأمريكية الأصلية. وقد أعطى الصغير اسم سلافيا تقليدي أو دوسانكا من دوسا، واللي بتعني الروح، في إشارة إلى أن صاحب الاسم لديه روح جيدة. بيتمتع الحيوان الصغير بالصحة، وبيزن بالفعل 40 كيلوغرام، وممكن يصل وزن ثور أمريكي بالغ أكثر من 600 كيلوغرام. يقدر اتحاد الثور الأمريكي أن واحد فقط من 10 مليون مولود للثور الأمريكي بينتج صغير أبيض، وعلى الرغم من أن ملايين من الثور الأمريكي جابت أمريكا الشمالية حتى بدء عمليات الصيد المفرط عرض بقائهم على قيد الحياة للخطر، إلا أن ظهور الثور الأمريكي الأبيض كان نادر، واعتبروا الأمريكيين الأصليين مقدس، وأيضا كانوا بيعتبروه دايما علامة على الحظ السعيد. خلونا نروح لبعض الأخبار الخاصة بالتغذية والصحة العامة للجسم. قال ميشيل لوجيو خبير التغذية والعلاج الطبيعي الفرنسي في معهد الأبحاث الزراعية الفرنسي، قال إن عصير البرتقال والجزر والليمون بيعيد شحن الجهاز المناعي، وأيضا بيعمل على تقويته رغم تقلبات الجو على مدار العام. الخبير الفرنسي قال أيضا إن فيتامين ألف وجيم بالإضافة إلى بعض الجنزبيل بيساعدوا في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا إعطاء الجسم القوة والنشاط، كما أنهم بيساعدوا في تنشيط الأمعاء الخاملة للتخلص من السموم وتسهيل عملية الهضم. وأشار أيضا إلى أن إضافة عصير الأناناس إلى هذه العصائر بيعطيها نكهة طيبة وبيساعد في عملية الهضم. بكده مشاهدينا الكرام بتنتهي وقفتنا الأولى في هذا الصباح، واللي تجولنا فيها في بعض من الأخبار والتقارير المختلفة. خلينا نروح مع بعض لأخبار الرياضة، ولكن فاصل قصير وهنرجع لكم بأخبار الرياضة مع محمد عبد الحكم.